يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول ويكرر هذه المقولة وينشرها، وهي: خذ من العلماء الكبار العلم، لكن لا تأخذ منهم المنهج وفتاواهم في الجماعات، لأنه ملبس عليهم من قبل المحيطين بهم. فما رأيكم في هذا القول وفقكم الله؟ هذا تناقض. العلماء صاروا ما يفهمون المناهج الباطلة والأقوال الباطلة، وأنهم يصدقون الناس بدون تثبت وبدون ولا يأخذون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا تجهيل للعلماء في الحقيقة، وهذا تناقض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.